نفس كل حاجة. طنط بدوشتها، عيال إلهام وسهيلة جننوا تيتو، بيبان الشقق كلها مفتحة على بعض، شقتي مفتوحة 24 ساعة، سوق جمعة، اللي داخل زي اللي خارج، أنا زهقت. طب وإيه الجديد؟ لا الجديد إن أنا جبت آخري. من باب للطاق كده؟ إمبارح أنا كنت بغير، طنط دخلت عليا، تمام؟ بدل ما يبقى فيه ذوق واحترام وتخرج، لا بتتفرج وتعلق عادي جدا. تعلق ازاي بتقولي ايه؟ بتقولي ايه ده؟ طب ما انت عامله اللي عليك يا هو. لا 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 وليد ملوش حق. انت متخيل؟ اتخيل مش فاهم يعني ايه؟ تبني على الخلفه. ايه علاقه ايه ده؟ يا بالظبط. طب وسبع برومبا بتاعك قال لك ايه؟ اكيد انا ما حكيتلوش يعني، بذمتك انا هعرف احكي له حاجه كده عن مامته؟ يعني مش لازم بالتفاصيل يعني. يا حبيبي انا قلت له 1000 مره مامتك عماله بتزن على موضوع الخلفه، هو اللي مش عايز يواجهها ويقولها ان هو مش عايز يخلف تاني، وبعدين هو في الشغل انا بقى اللي قاعده معاهم ليل نهار، فانا اللي لابسه في حيط. هو انا اتفشت من شويه يا مراد؟ كل ما اتكلم معاه واقول له نسيب المنصور يقول لي لا مفيش سبب مقنع، مفيش سبب مقنع. بالنسبه له دي ست كبيره عادي تعرفي تسيسيها يعني، هو شايفني ان انا بتدلع مش حاسس بيا. طيب معلش اهدي اهدي اشربي قهوتك. انا مش هدع عشان انا المره دي بجد مش هرجع. مش عارف يا هدى الصراحه، حاسس ان الجلاله واخداكي بس، واول ما يكلمك ويتنحنح معاكي شويه خلاص الموضوع هيخلص. دلق على بوزك. لا مش هدلق على بوزي عشان انا بجد زهقت من كتر الاسطوانه المشروخه دي. يعني لما يجيلك ويتنحنح لك ويقول لك كلمتين حلوين مش هتجري وراه زي العيال الصغيره؟ حتى لو انا عايزه اعمل كده انا لازم امسك نفسي. طب انت عارف انا هعمل ايه؟ انا من بكره هدور على مدرسه هنا في القاهره لتيتو عشان خاطر ما ارجعش. لا ده كده كلام كبير قوي، ولو ناوي تعملي كده فعلا انا هساعدك والله العظيم. يا ديل.